شو رايك يلا عدي نحن ما بنقدر لعندك مهما علنا التحدي ما في غير نبحر معك من صبرنا نشيل ونديل بس قريت نسمت رياحك ليش عاطي الحد تودي 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 حقيقة وفيكون بحر بتين صوت يكون عالي تجيب في الدارة بشرة بتين الحنين الجال نعزف له أحلى وتر نحن وين يا حامد؟ شمال ولا جنوب؟ شرق ولا غرب؟ وين نحن؟ نحن وين يا القصاص؟ وانا قلت لكم فقدت الاثر ده وبقيت ماشي زي الجمل ده. سمع قول لنا نحن شمال ولا جنوب؟ هنعرف لكم الشمال من الجنوب كيفين يا اخوانا؟ انا شغلتي الاثر في الوطن دي. كان ماشي شمال بوديكم شمال. كان ماشي جنوب بوديكم جنوب. الا يعني بتدوروني انا عايم في السماء. وعارف لكم الاثر؟ اصلا انا قصاص ولا سمبريه؟ سمع اقول لك شيء؟ قص الاثر ده محل ما جينا رجعنا الدربة جينا منه خدتنا فوق وبس ساعة كده بدون شرب؟ اي بدون شرب ما اسمع عندها شرب والله يا زلمة We'll be right back.
شبابك. تعال. خير؟ عندك شريطين. بيقولوا لك منو؟ يقول لي ضياب ود محمد الناير. ضياب ود محمد الناير؟ ايوه كذبت على اللي جاي. تعال يا ضياب. شغلت شنو يا ضياب؟ والله يعني كان في مرسال بين الفرقان بيكلفوني بيه. المعنى يعني خبير حرم الفرقان دي كت حيما بيقرع كلب وخابرة والله حرم خابرة خابرة بيناسة وبقبائلة وبشدرة وبوديانة وبسعيتها. خلاص 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 خلاص. ممكن تشتغل مع الحكومة؟ مع الحكومة؟ ايه بالحيل علا الاخو. اها بتدوني كم؟ مال كثير؟ كان كذي ما عندي مانع. خلاص انا عايزك تمشي حلة ام شديدة. ام شديدة؟ ايوه. لا دي ما مسيرة يوم من لا 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 ده ما شغل الحكومة. اول هام الجمل ده تشيل الجمل ده. اشيل الجمل ده؟ ايوه. تروح هنا؟ لا 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 ده جمل الحكومة. اه تخلي معاك جدا وتنتظرني في حلة ام شديدة. بالحيل. ترجعني هناك جدا. انا بجيك هناك. بالحيل. خلاص اها اركب الجمل ده. الحين كده اسمعني. الورقه دي تشيلها وفيها تصرف بها ماهيتك وفيها تعيينك. ماهيتنا؟ ايوه تغش الناصر. ايوه وتوريه. ايوه والورقه الثانيه دي مهمه. مهمه جدا. مهمه. ايوه توريها برضو الناصر. اها اسمع. كان لاقاك زول وانت ماشي في الدرب. ما تقولوا لاقاني عسكري. بالحيل. كان سالك ما تقولوا لاقاني عسكري. سمح فيشان ده موضوع سري. موضوع سري بيخص الحكومه. بيخص الحكومه. وانت دار تكون من الحكومه. ايوه انا من الحكومه. وعشان ما يرفضوك من الحكومه. ايوه خلاص وانت دار تكون من الحكومه. ايوه اها تقول لهم شنو؟ اقول لهم اصل ما لاقاني عسكري كله في دربي ده كله ما شفته ولا ولا سمعت تبوزات ولا شكلك ده بعرفه ولا ريتك ولا شفتك ولا حتى في المنام. نجيب امرك مقضي. خلاص ايوه انا بديك لا 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 جزمة الحكومة. جزمة الحكومة تلبسها وتديني مركوبك. ليش يا اخوي؟ لا ما عشان تكون زول من الحكومة. انت من الليلة من الحكومة. ايوه وتبع الحكومة. ايوه وشغال في الحكومة. سري سري. الله يفتح عليك. هاك هاك المركوب. البس 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 الحين البس. ادنا يا شبط الحكومة ادنا يا انت من الليلة تبع الحكومة. أيوة بسم الله. بسم الله. أها على الجمل. جيب لي الميري بيجيب لي 200. لا خلاص بيجيك ما أنت خلاص بعدها بقيت من الحكومة. عليك الله على أخوي. جيب لي معاكم شريطين فوق. خلاص كويس تعال أركب الجمل. وضعتك الله. تعال.
المثلك من ناض يا اب. الناس ذلك ما لقوك جنب ضو قبيله ما كان وظفوك في الحكومه. الوظيفه دي ساي بدوال الناس من جنب ما لا 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 زول طلع مثلك كذي. ها هلا هلا امانه حنبره من لين ما وقعتوا حنبره من لين اعمل حسابكم انا ما بدور ليك حرمت تلف وجاي ولا جاي اكانك فيكم في التمنه وجعكم لا من تعفنوا براش كلام فارغ بهم خوفي يسوق شي خطا دياب امشي امشي تمشي بطنك امشي امشي تمشي بطنك امشي الزول ده وقف له مع الزول هنا ضرب الزول خطر كده هو ركب جمل ومشى كده قول راح كلامنا ناس ما كتر كيفنا يا شيخنا البندق اللي للحكومة المسجون يشيل يكتر بها الزول كلامنا دحين بخش في الراس الهجان هذا ما أولاد بلد يا شيخنا هجان أولاد بلد لكن الله والأمر منه ما الإنجليز الله يصرف الإنجليز يمرقهم من هالبلد دي زمان في دار جعل قتلوا الناس دخلوا البارود والبندق وضربوا يمين وشمال هسه يا شيخ نزولنا ده قتلوا الانجليز القتل مو بالليل كيفين عاد بارود دخلوه مو قتل قتل عدم الاخلاق مو قتل قتل السرقه والنهب مو قتل قتل فاتحه ناس فاتحه يا ضياب
اوه يا خمله هوي ما يكون ناس اجنو قوم على الحيل قوم خباركم قلت لك قوم على الحيل قوم البشاره بالراحه عليه وبالراحه قال له قوم قوم على الحيل اوه والله العظيم اكانتوا قاطعين طرق ها ولا ناس سلب انا ماني زوكم شوفوكم زولا تاني ايوه انا ما فاضليكم انا زول حكومه الله كان وقعت في دي بعيقكم لا خلاص خوفتنا المزنوح الا من دون ناس عليك من وين انت في الله الاخوي ايوه والله يا هاضيه قلت لك من وين في الله من ديار بطحان وخاطر عليهم شديده سامح انا اقول لك قولي ما لقاك عسكريا راكب له فوق جمل عسكريا راكب له فوق جمل هيا لا لا ما شفته طب رقبته ما شفته اصلي ما شفته كله كله بلا تقبحك هالمسلوح اهو قوم راح عليه هكذا لا شوف ديل عليك الله ها يدري انا انا المعنى انا اقرر لكم يجرجري في الكلام تدور فيني شوي 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 كده عشان اتكلم اقول انا سري شوف ديل بالله هنا ما في زكاوة هنا في زكاوة قلي ما حدا كان جاء ان شاء الله الليله مبين عندها هنا هنا اي ان شاء الله ان شاء الله والعجله فوق شنو؟ ازولها الله يقفلنا عوي اعود بالحيل والله انتم كم ناس عزاز علينا المناسبه دي ما كان قدر نحضرنا كتر خيركم ما قصرتوا بارك الله فيك الا والله من دور ورثتكم ارحلوا الصباح باقي لي سفر الصباح احسن كتر خيرك بس تدونا خاطركم خاطركم معاكم كلم مرتك خليها تجهز لا المرة جاهزة احنا بس راجين الماحل اللي بعد ذاك نمشي على السفر ورحكم ليه مكان اللعبة احنا اللعبة انا بمشي له خلي عثمان يمشي معاك وانا خلوني هنا هذا المالك مقابش كديش ان شاء الله ما عادش في الدرب لا البطانه بس مقلوبه فوق وتحت ان شاء الله خير ابدا ما في خير الحاصل شو نازل قالوا في واحد مسجون قتل له عسكري مسجون قتل له عسكري وقتل له مسجون وراعي عسكري ورشي فندم فندم اقرب نقطة هنا وين؟ وشديدة جنابك قريب قريب والله مشوار خلاص نحن هنتحرك ام شديدة بلغ عساكر إنه لازم نتحركم شديدة نفس السالمات تمام جنابك
عسكري قرشي. انت لازم يمشي لي بكشاويش وجروب بتاعه هناك عشان يحسننا فيهم شديده. تمام فندم. جو. السلام عليك. بزعل منا ناظر شديدة. حبابك وصلت. انا بقول لي ضياب محمد الناير موظف حكومة الا عليك امان الله سري. اهلا وشنو خبرك؟ ده شنو المصنوع؟ المعنى يعني الزول اداني الورقة دي قال لي تمشي توصلها للسيد الناظر تسلمها لي في ايده. ايوه عندي جواب الكلام اللي فيهم خلاص حتى قال لي سلموك لي في ايدك وقال لي الناظر وصل لك طوالي. انت الورقه دي اللي اداك ليها منو؟ والله زول اللابس الميري ظنيته مزعوم كبير فوق الحكومه. قال لي يعني يسوي لك الترتيب. ترتيب شنو يا مرمد؟ قال اقول لي زول اللاقاك او عامل وصف داير تكشف خطه الحكومه ونحن ما تبع الحكومه. لا لا بدير تجرجن في الكلام سياده الناظر. الكلام ده في غايه السريه والاهميه كلام حكومه. الله يخيبك الخمله. اها ترى الحكومه ذاتها جت حتى شوف دبارتها معك. عليكم يا شيخ العرب. باب السلام. كيف الحال؟ الجراد نزل هناس يلقى السم القدر غداه. يعني وصلوا قبالنا؟ هو الراي ما في راي نخش نسوقوا ايدية. قلت لكم اصبروا اخواننا ندبر الحال. ما في دبارة يموت الانجليزي والباقين بفزوا وزولنا نسوق نهار. قلت لكم اصبروا اخواننا ندبر الحال. بشار ايه امشي قدامنا عشان شمال الاخبار.
اطلع حتى الرجال ده بسرعه جيبه. انت قايل وين؟ زول قابل انت وين؟ انا ما تخلوني من الشركه دي، اصلا انا بس عارف بدي اقول كلام اللي عارفه. يعني جناب المامور دار يعرف الزول ده لقيته وين؟ يا جماعه ما كنت اكون البوري وشكل حال ده ما مسعود معاكم في الحكومه. ده مجرم خطير، نحن بنفتش عليه. اخوانا زي ما خبرني بهجرانا، قال خبرني بهجرانا وخبرني بهجرانا وجمعت عليه طايري يا اخوانا، ما زول لا بيستميني. طيب ممكن تحدد لنا لقيته بتين وين؟ تحدد لنا المنطقه اللي لقيته فوقها؟ بالحيل بخبركم بها، بالحيل بين الصبايا والصباب. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني دي مسيره يوم كامل جنابك. يعني الدين غشانين. السلام عليكم يا جماعة. مرحب حبابك، أهلا بالحكومة، تفضل.
أنا مرحب بيكم. تفضل لاجع يا ابني، ابني لاجع تفضل. تفضل. جنابك جاي من فوق ولا شنو؟ أيه. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا زول انت يا حد. نعم، في شنو الليلة تاني يا دكين؟ عملت لي شنو؟ في شنو؟ ماما موضعي. انت موضعك عند احد يا تو موضوع. سعد اللهم طولك يا روح. اجنا انا مية مرة ما فهمتك وقلت لك عمك قال ما بدي بيته لزول صايع وما عنده شغل غير المشاكل، الكلام ده ما وقع لك؟ فادي بتعمل وانا لازم اعرفها. اهلا ابو، نسوي له شنو؟ نغصبن؟ لا لا ده اخر كلامك يا حاج؟ ما عندي غيره. وعم زين ده قاعد نفسي خرج المليون أنا ولا أنا عجل من قروش وإحنا ما عندنا. أنا والله دكين لم تنقم أنت يتم سيبو سيبوا التاني والدول
تكلمتن حقيقة وفيهن بحر بدين صوتك يكون عالي تجيب في الدارة تبشر بدين نغم الحنين تقال نازف له أحلى وتر تكين 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 تكين